ريم عبد الله تبدع في تقليد الفنان مشاعل في برنامج استوديو 21 المذاع عبر قناة MBC. برعت الفنانة ريم عبد الله في تقليد الفنانة مشاعل، وذلك خلال مشاركتها في مسلسل استوديو 21 المذاع على قناة MBC. ظهرت ريم عبد الله وهي ترتدي قبعة غريبة وأمام شخص يقوم بضبط طبق استقبال إشارات القمر الصناعي. وتغمست ريم شخصية مشاعل وعمدت على تقليدها في الغناء، واختتمت المشهد بضحكة طريفة بصحبة الشخص الذي كان يضبط قبعتها. طبعا البرنامج ده بيحظى بأعلى نسبة مشاهدة وبينال إعجاب الكثيرين من اللي بيشاهدوا البرنامج، وحظت الحلقة دي على أعلى نسبة مشاهدة. برنامج استوديو 21 بيذاع عبر قناة MBC الفضائية، وبيلاقى الكثير من التعليقات والإعجاب والآراء المختلفة. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله.